السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تغزلي في موضوع يتعلق دائما بمجال القانوني، وسنعرض في حصتنا هذه الموضوع تحت عنوان الوثائق اللازمة لطلب رد الاعتبار. بعد ما شفنا تحديد مفهوم ديال رد الاعتبار، فدابا غنشوفوا الوثائق اللازمة لطلب رد الاعتبار. فقلنا أنه هذا رد الاعتبار القانوني هو بعد زوال حكم الإدانة بقوة القانون ودون حاجة إلى صدور قرار قضائي، إلا توفرت واحد الشروط معينة كيحددها القانون. وهاد الشروط يعني كيف كنقولوا من بعد مرور ديال واحد المده زمنيه معينه من تاريخ انقضاء العقوبه المحكوم بها، دون ان يصدر خلالها حكم بعقوبه جديده دلاله على حسن سير سلوك المحكوم عليه بما ينبغي معه ان يرد اليه اعتباره آليا بمرور هذه المده الزمنيه. اذا بطبيعه الحال هذه اعاده ديال التقدير واحترام بعد صدور واحد القرار أو حكم بالإدانة ورد الكرامة وإعادة الحقوق المدنية، لابد أن نمر بإجراء هما جمع الوثائق اللازمة لطلب هذا رد الاعتبار. بغض النظر عن الطلب كما قلنا إلى السيد الوكيل المالك، لابد من وثيقة ديال نسخة من عقد الازدياد، معروف منين كنجيبوها، مقاطعة الدائرة اللي أصبحت سميتها الدائرة، أيضا نسخة من السجل العدلي. ودابا بالنسبة للنسخة من السجل العدلي كاين شباك ديال الطلب إلكتروني، يعني عن طريق بوابة ديال الخدمات ديال المحاكم الإلكترونية كتدخل كالشباك للطلب الإلكتروني وكتطلب نسخة من السجل العدلي. هذه ثالثا. رابعا، هناك شهادة السكنة، كنعرفو ملي كنجيبو شهادة السكنة لا داعية لها، لا. أيضا نسخة من سجل الاعتقال. النسخة من سجل الاعتقال كناخدوها في السجن، من السجن اللي كان فيه هاد السجين كيمشي وكيطلب واحد الطلب ديال سجل الاعتقال، انه كياخد عندهم سجل الاعتقال في ديك المده، كيعطيهم السنه ويعطيهم هذا ويعطيو السجل الاعتقال. سادسا، نسخه ديال الحكم الابتدائي. هاد نسخه ديال الحكم الابتدائي هو كان طلب خطي، الان تا هو كيدخل على واحد الباب من البوابه ديال الخدمات المحاكم الالكترونيه، عن طريق كتكتب واحد عن طريق الموقع الإلكتروني، أو كدير واحد طلب خطي إلى السيد رئيس كتاب الضبط ديال لدى المحكمة. فلا نسخة من حكم ابتدائي ولا نسخة من حكم استئنافي كنطلبوها طلب خطي من عند السيد رئيس كتاب الضبط لدى المحكمة. ثامنا، هو شهادة بعدم النقد، وتهي كنطلبها من الموقع الالكتروني ديال المجلس الاعلى للقضاء. ايضا وصل اداء الغرامه، كنمشي نخلص الوصل، ملي كنهضر على وصل يعني راك اديتي الغرامه، ديك الغرامه اللي كانت عندك من شديتي اللي تحكم عليك بها كتخلصها وكتجيب الوصل. اذا عاشرا واخيرا، هي صوره للبطاقه الوطنيه، صوره للبطاقه الوطنيه لكارت ناسيونال، كندير فوتوكوبي وكنجمع هاد الوثائق كاملة وكنديرها مع واحد الطلب للسيد وكيل المالك، وكندفعها للسيد الكتابة الضبط باش كتعين ليا جلسة وكندوز منها. إذا عموما، الوثائق اللازمة لطلب رد الاعتبار هو طلب إلى السيد وكيل المالك، نسخة من عقد الازدياد، نسخة من السجل العدلي، شهادة السكنة، نسخة من سجل الاعتقال، نسخة حكم ابتدائي، نسخة من حكم استئنافي، شهادة بعدم النقد، ووصل أداء الغرامة، وأخيرا صورة للبطاقة الوطنية.
إذن هذا الشيء، هذه الوثائق اللازمة لطلب الاعتبار كما قلنا كنجمعوها وكتبوها الكتابة بالضبط، وبالتالي كندوزو في واحد الجلسة وكيكون عندنا رد الاعتبار، وكترجع لنا الكرامة وإعادة الحقوق المدنية. وكما قلت في الفيديو ديال البارح، أن الوظيفة العمومية هي أنت ملزم باش تكون كتمتع بالحقوق المدنية، أما إذا كانت أو إعادة الحقوق المدنية في بعض الوظائف وخدر إعادة الحقوق المدنية لا تقبل، بحال مثلا البوليس ما يمكنش، واخا تكون لود الحبس ما يمكنش تدخل البوليس، واخا دير هذا على الاعتبار وانت صغير ودرتي حبس صغير وكبرتي وهذا ودرتي هذا ما يمكنش مثلا. اذا لا يمكن، انا قلت انه في الوظيفة العمومية عموما لا يسمح لرد الاعتبار او اعادة الحقوق المدنية ان يندمج داخل هاد المنظومات ديال العدالة بشكل عام أو بعض أو وظائف أخرى. لكن كما أشير أيضا أن في مدونة الشغل، يعني ملي كنهضرو على القطاع الخاص، فهو لا يلزم الشخص برد الاعتبار إلا إذا كان مدير الشركة أو المسير هو كي يفرضها، لأن بطبيعة الحال مدونة شغل ما عندهاش نظام أساسي وقانون أساسي ديالها، بخلاف القانون الأساسي عندها الشركات، بخلاف الوظيفة العمومية في النظام الأساسي أنت مجبر على أنك تكون كتمتع بالحقوق المدنية. إذن إلى هذا الحد كنكون أن وصلنا لنهاية العرض، على أمل لقائكم في فرصة قادمة إن شاء الله، و هاد استرداد ديال الاعتبار على شروط هذا هو ان ملي كتكون نفذتي العقوبه المحكوم بها او سقوطها، بعد مرور واحد المده زمنيه كيتمنح لك هذا رد الاعتبار، ولكن كتوفى بهاد الالتزامات، خصوصا هاد الوصل ديال اداء الغرامه، وخصوصا كل ما يتعلق بالماليه، وحسن سلوك المحكوم عليه، وعدم صدور حكم جديد، وان يكون هذا. اذا بطبيعة الحال نكتفي بهذا القدر، على أمل لقائكم كما قلت في حصة قادمة. لا يفوتني مرة أخرى إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء، وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.